شكرا للزميل محمد سعدون الكواري. أصدقائي المشاهدين، في يوم سيذكره التاريخ هنا، في يوم وذات مونديال احتلت فيه البرازيل كازان، هنا على ملعب كازان أرينا، مسرح سقوط الكبار. هنا خرجت ألمانيا وغادرت الأرجنتين، فهل يأتي الدور على البرازيل في كازان مقبرة الكبار، أم أن التاريخ سينحاز لأحد كاتبيه؟ البرازيل بلجيكا، مباراة القمة المرتقبة هنا في ربع النهاية، نهائي قبل الأوان، الفينال المنتظر. البرازيل بلجيكا، ثالث التصنيف الدولي، بلجيكا ضد ثاني رانك الفيفا منتخب السلساو بهذه الأسماء في سابع دور ربع نهائي على التوالي. البرازيل فيما سبق تأهلت أربع مرات، خرجت مرتين من فرق وعقد أوروبا. لحراسة المرمى أليسون، على اليمين يلعب فاغنر، رقم 12 يرجع أساسي مارسيلو، رقم 3 هو ميراندا، رقم 2 تياغو سيلفا، 15 باولينو، رقم 17 دخول اضطراري للسيتي زين فرناندينيو في ظل غياب كازيميرو، رقم 19 ويليان، 10 سوبر ستار نيمار، ورقم 11 فيليب كوتينيو، رقم 9 جابرييل جيزوس. تشكيلة بلجيكا الشياطين الحمر. لحراسة المرمى تيبو كورتوا، ثلاثة في الدفاع، ألدر فايرن، فانسون كومباني، فيرتونغن. يلعب اثنين ارتكاز اليوم في البرازيل بعقلية أوروبية، بفكر أوروبي مع تيتي. ولتعية الألمان، ترجع الكرة وسط الميدان، انطلاقة قوية، إمكانية كيفن دي بروين، والركنية لضربة مرمى، ضربة مرمى لحارس الجالروس روما أليسون. سقطية السامبا، يمشي كرة نيمار، نيمار حط الكرة عن طريق جيزوس، نيمار جيزوس. التفوق للفريق البلجيكي في البدايات على مستوى الروح، على مستوى وسط الميدان، فيلايني والجرين بار، نيمار وسط الكره، مارسيلو، مارسيلو للبرازيل، يطلق مارسيلو العرضيه والركنيه الاولى في الممار، ضربات الراس تياغو سيلفا، ميراندا اختار، يضرب الراس والهدف الاول يضيع، كره على القائم، كره على القائم تياغو سيلفا، الرجل الذي ذكرته على راس القائم. على بلجيكا دفاعيا، الفريق يمشي يسجل في راي، تمشي خطيره، كره الهدف الاول، ما هذا؟ اضرب يا هذا، لم يضربها الوحش باولينو، قلت لم يخسر البرازيل، لوكاكو الوحش، لوكاكو خطيرة، فرصة الهدف الأول، يضرب عزار، ترجع من الدفاع، أي مقطع يسار، الأول يضيع، ما هذا؟ فرصة أخرى للسامبا، مباراة نارية، مباراة للتاريخ، فرشة فرشة أهداف، فرشة فرشة اليوم، فرشة اليوم نيمار، يفرش، ترجع الكرة عن طريق الشاذلي، يمشي الشاذلي، زاد الكرة الشاذلي، ناصر الشاذلي، هو 14 ماتش، ربحوا 13، تعادلوا كان ماتش، نحكي بين التصفيات والنهايات، جاء الهدف، الهدف في كرة وتسديدة، ضاعت الكرة من مروان فيلايني، فيلايني يهدر الكرة، يجيب ركنية، فيلايني يتحرم، والعرين البرازيلي، الفيرديور يعاني، الكناري يتألم في صمت بالراس، الهدف الأول، 1-0 فانسون كومباني، 1-0 بلجيكا، تشتعل المباراة أكثر، 1-0 على الكرة الثابتة، بلجيكا تسجل هدف جديد، أفضل جيل في تاريخ بلجيكا، يعذب اللاتينوس، يعذب الأمسود، أمريكا الجنوبية، أمريكا الجنوبية قد تخسر ريال المونديال للمرة الرابعة على التوالي، لم نراها أبدا، لم نعشها أبدا، شوف الكرة راسية عكسية عن طريق فرناندينو، جاي عاون فيها على قبربو، هرب له بالفاس، دخل في مكان كازيميرو، فسجل الهدف في مرماه، يغالة الحارس أليسون اللي يقبل الأهداف المونديالية بعد 323 من الدقائق، روبرتو مارتينيز يرجع كرة من ايه؟ من يوزع يضربها الروميلو، يسبق الدفاع من ميراندا، هي الكرة خطيرة عرضية وفرصة التعادل مش ممكن، ما تهدره البرازيل، ما تهدره البرازيل، قد يكون سبب للخروج جيسيكا، خطير الفاغنر، ترجع كرة طيحه، مشى الشادي بالقوة، اختيارات رائعة للحظة، الراسية من تياغو، فرناندينو دي سيتي بطل البريمير ليج، يرجع الكرة ممتازة، فريق البرازيلي كوتينيو جول، الحارس وقف كرة، كوتينيو شوت، الثاني جاي، عزار، عزار، خرج على اليمين، يخرج كرة خطيرة، الثاني جول.
كل هذه الأفضلية الأوروبية. عندنا كرواتيا ضد روسيا طرف أوروبي، تينو حط الكرة لويليان، يمشي ويليان 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 العرضية فانسون كومباني سلمان، هنا أرضي سقوط الكبار، طاحت في هذا استاد ألمانيا، خرجت من البطولة ميسي ورفع خرج الكرة، لكن قاتلوا بها قاتلوا بها ميراندا قاتلوا بها ميراندا. بدأت الحسرة. كان يبني السلساو هجمته من اليمين عن طريق ويليان، يمشي لعب البلوس، برافو الدفاع البلجيكي. الوحش يمشي الأسمراني روميلو 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 الثانية روميلو، هذا هو الروميلو لوكاكو الهداف التاريخي. الوحش ممكن الثاني الثاني والدفاع رجعت قدام روميلو، اضرب مارسيلو ابعد اقرب يا روميلو. ها سعر يلعب في التوب اليوم، هو منسوح حق البرازيل أن نشوف الملعبية المؤثرين المفاتيح في فوت هذا متأكد فما هذا فاخر. خارج الكرة الفريق البرازيلي ركنية ركنية، يمشي ويليان وين الراسية، كرة خطيرة ترجع يضرب كرة والدفاع ما زال الضغط ما زالت الأفضلية. لوكاكو لوكاكو يا كبير، روميلو حط الثاني فرصة الثاني، كيفن دي بروين الثاني بلجيكا الثاني بلجيكا كيفن دي بروين كيفن دي بروين، ولكن الهدف يحسب لروميلو الهدف يحسب لروميلو، لوكاكو يسجل الثاني. نعم قلت الشوط لن ينتهي بهدف، فما هدف ثاني توقعته للبرازيل، ولكن استدركت وقلت الكرة أقدام وبالقدم أروع، ما فماش من هكا ما احلاش من هكا ما خيرش من هكا ما هزينش من هكا. بلجيكا القليلة بأنصارها تتقدم على البرازيل المحتلة لكازان. شوف روميلو روميلو شو يعمل، يحط اللاعب في داره يربح الدويل، يمشي من المرات القليلة يراوغ يتعدى عداهم الكل، فسخهم الكل نحاهم الكل شالهم الكل، حط الكرة لكيفن دي بروين وكيفن يؤكد بلجيكا في طريق المجد بلجيكا في طريق المجد. يا روميلو يا لوكاكو يضرب كيفن دي بروين. بلجيكا تقاتل ولا تسقط مثلما سقط نابليون في معركة واترلو. مارسيلو كورنير يرجع سريساو هدف يولعها حتى له الحارس، البرازيل تلاعب كورتوا تيبو يا تيبو يا تيبو يا طيحة. هذه ألمانيا دايسة هذه بلجيكا متعدية، ولكن عاود نقول لكم مازال ماتش لان تحاول كسر البرازيل، مازالت البرازيل في المونديال، مازالت المباراة تنتهي. جيزوس والكرة برا يا جابرييل، الكرة برا يا جابرييل، مسيطر أصبح مسيطر عليه، يمشي مارسيلو للعودة الكامبوك والعملاقي نيمار 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 نيمار، حتى الكرة الدفاع يرجع البلد لعبوه كل واحد ياخذ شر، اقتسموه هذا الروميلو، يمشي الكرة دي نزار ايه نزار ايه كرة دي بروين دي بروين وازار دي بروين وازار دي بروين وازار، والكرة ترجع فقط لا يكفي والجرينتا فقط لا تربح بها، يمشي دي بروين حتى وليسون يقول له خليني 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 خليك حنين يا كيفن. للمنتخب البرازيلي هدف يشعل اللعبه، نيمار ما عندوش تاريخ تاريخك واقف يا ولدي بابا بعد خلاص بعد 14 و18 باش تلعب باش باش تلعب. ترجع الكره مره اخرى ورا انتظار الشوط الثاني نفس ما قالوا شيبو، اعتقد المباراه ما زالت مؤهله لاهداف اخرى، هل هي في اتجاه بلجيكا الكارتون نتيجه كبيره تاريخيه، علما ان اكبر سكور في ماتشات البرازيل بلجيكا 5-0 للسريساو في عام 65 او انه المعجزه. المنتخب البلجيكي فرصه اخرى خطيره جدا وكره من ايدن هازار، ايدن هازار يدخل منطقه الجزاء، ترجع كره باولينو يطلع الكره فرناندينو فرناندينو توسط كره على طريق نيمار، كره خطيره منطقه الجزاء. كان المدرب البرازيلي الان في تغييراته، نكرى المباراه نشوف عن طريق فرناندينو هذه الكره بيلعبها الكره هجوم، ولكن المشكل في الدفاع هو الحل والمشكل في ذات الوقت. يمشي مارسيلو لافودار وكره قريبه للسلساو، البرازيل تقترب من المرمى، هي مباراة فوارق بالنجاح. كره خطيره للسلساو يعرف فيها نيمار فماش تسلل نيمار 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 ضربه جزاء، الحكم شي يقول فماش الفار، الحكم شي يقول يقول ما فماش الفار. العب السربي العنيد السربي راسه كاسح راسه صحيح ويقول يرجع بالكرة لمارسيلو، مارسيلو هذه خطيرة وهذا جول، فرصة كبيرة ترجع مستوى 6-7 متر خطيرة الدخلة والفرصة والحارس وترجع وتطلع عرضية ولا أروع، تمشي كرة خشينة برشا للسلساو مراوغة جول، والحكم يقول ضربة مرمى ضربة مرمى واحتجاج برازيلي احتجاج برازيلي، فماش فما ضربة مرمى صفر
شوف الكرة، شوف الكرة متاع فيرتونغان، يتعدى جيزوس، يتعدى جيزوس، سامحني أوتوسترادا، إيش عمل له؟ يعني بعد ما خرج كرة ما فهم شيء. الحكم الصربي ما زيدش قريب. 10 فيليباو في 2002 جاء البرازيلي جاء نيمار. برافو برافو منير من الدوري، كان نقمة سائغة واستسهل المباراة. ترجع كرة مارسيلو للعودة، مارسيلو والكرة ترجع مرة ثانية، تجدولة حط الكرة، روميلو يطلب كرة، هزر هزار هزار يعودها له، عودها له ايدان. يا ايدانا يا ايدانا الثالث، والروميلو كان جاد في مستوى 6 امتار. شوف باولينو، وينك يا باولو، وينك يا لينو، وينك لينو، تخلى تخلى على تبقى على بيت نار، تخلى على بيت النار. 1-0 2-0 الاخر يفكر في سيناريو خروج الالمان، والاخرى المراه البرازيليه رجعت تقتل التاريخ. فرنسا 2006 وقت زيدان، 2010 هولندا 2-1 رغم تقدمنا بهدف، 2014 ما نحبش نتفكروها. يهدك لوكاكو، ملا شريا، ملا روميلو، ملا روميلو، صور روميلو 300 كيلو جلاس. يمشي كوشتا، يمشي كوشتا، حط كوره والحارس، برافو تيبو. تقريبا 8-9 تصديات. يمشي كوتينيو، كوره من كوتينيو لحد الان. مازالت البلجيكا على الهدف الاول، على الهدف الاول، كوره من ريناتو، جول 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 جول، ولعت المباراه. السامبا دي برازيل، الكاريوكا للمونديال. 2-1 ريناتو، 2-1 ريناتو، الان باش يمسكوهم، الان هجوميه باش يشدوهم، باش يحاصروهم. اخيرا كورتوا، كوره من رايا كوتينيو، الاروع فيليبي، الامير يضرب الراس. لاق لتلاق عن طريق مارسيلو، هرب من مارسيلو، دخل من مارسيلو، جابها مارسيلو، فيتسل وضربة مرمى. فيتسل اوكي، فيتسل اوكي، تعلق شكل متعة، يريدون اكسترا تايم، والبرازيل يريدون اكسترا تايم. جول يا ستار يا مانع الاخطار، يا ستار يا كاتب لبلجيكا حزن الاقدار. اي اختيار، اي اختيار، اي هدف ضاع. الوالد يكلم الابن، يسلمه نيمار، نيمار 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 نيمار. جول، مش ممكن. ماذا قدرت البرازيل؟ ماذا قدر السلساو؟ ماذا قدرت يا الامير؟ ماذا قدرت يا سمو الامير؟ يا كوتينيو نو،